عرشيري ارتفاعا، ربما خاصة مع الإشكال الموجود في البحر الأحمر، ربما السيارات ما قد ما توصلش في الوقت ويتغير مسار الشحن، هذا ما يأثرش على أسعار سيارة شيري. الحمد لله أنه هذا التزام منا تجاه زبائننا أنه نبقى ملتزمين بنفس الأسعار ونبقى ملتزمين ب 45 يوم اللي كنا تحدثنا عليها من قبل، حتى وإن حدثت فيه ظروف خارجة عن نطاق المؤسسة، لكن التزمنا فيها الحمد لله مع الزبائن.